طب نروح لكابتن احمد فؤاد، مش تفكر بطولة كانت صعبة مش تفكر يعني، انت على المستوى الشخصي، على مستواك الشخصي ايه افضل مباراة لعبتها؟ والله. يعني هو افضل ماتش لينا كان ماتش ليك الجزيرة انت بقى، التاني. انا عايز ليك انت. ليه انا؟ انت طبعا الكلور مبوظ عينيك كان يعني، هليب فاهم؟ اه مبوظ، انا مبوظ شعري خلاص بيقع ما فيش خلاص. لا يعني والله هو كان ماتش الجزيرة وماتش هليوبلس، دول اللي هليوبلس هم كانوا يعني الماتش اللي كانوا في راوند 2، راوند دول 2 كانوا اللي هو اصعب خلصوا ماتشين. البطولة. اه بالظبط، يعني هم دول كنا يعني بنكسب عشان احنا كنا عايزين نحسم، ما كناش الجزيرة عايزين نأجل نشفت، حاجة لراوند 3، كنا عايزين الجزيرة نكسب نشفت. ده. طب هليوبلس كان صعب ليه؟ يعني ماتش دايما هليوبلس معاهم، الماتش دايما جامد، هم برضه فرقة محترمة جدا. فالماتش كان بادئ يعني ايكوال قوي، بس يعني الحمد لله احنا يعني عندنا ميزة عن باقي الفرق كلها، ان احنا يعني عددنا ما شاء الله عندنا 6 بيلعبوا، 6 على الدكة سكواد، و6 بره السكور سكواد جامد جدا جدا، ويعني برافو. كلنا نفس الايه مستوى، يعني ما فيش فرق. يعني هو كابتن وليد دايما بيقعد يقول لنا انا اصلا مش عارف يعني مش انزل مين هختار في مين، السكور، تمام. فيعني دايما احنا بنكمل، وهما يعني اي بقى ايه يعني فرقة بتقع مننا في الثالث والرابع، فما حدش بدأ يكمل معانا. انت بتشتغل ولا لسه في جامعة؟ لا بشتغل، بتشتغل ايه؟ طب انت خريج ايه؟ انا خريج هندسة، هندسة ميكانيكا هندسة جي ميكانيكا. سي. ليه اه كده يا ابني؟ طيب انت خريج ايه؟ هندسة مدني، هندسة؟ انا بيزنس. بيزنس. ليه كده يا اولاد؟ انا مهندس على فكره برضه، انا بس مهندس. يعني ما اه انا مطحون زيكم، بس يعني ليه كده؟ ليه ده انت تلاقيك يعني لا لا هلكان؟ يعني الهندسة دي بتعلمنا الالتزام الالتزام في الـ والفكر. في الـ يعني في بيتك وفي شغلك وبرضه في التمرين. بس المهندس بيهتم بالتفاصيل، بيفسفس في كل حاجه، الله يكون في في عونك. الاول بس بتبقى مركز، بعد كده بتتعب بقى خلاص. طيب تحب تشكر مين؟ لا ده انا اشكر ناس كتير يعني، خد لازم ورقه اشكر وقلم يا باشا، اه اشكر ورقه وقلم. وقلم بقى. لا طبعا لازم اشكر والدي ووالدتي، يعني هم طبعا تعبوا تعبوا ايه معاك. معايا، واخويا واختي، واشكر يارا خطيبتي عشان هي بجد يعني تعبت معايا. انا من طبعا ساعه ما يعني من ساعه ما رحنا وخطبتها واحنا دايما مش بنشوف بعض، طبعا والله بشوفها يكون بس في فاهم يوم الاجازه الجمعه، ان شاء الله، فيعني ربنا يسهل بشكرها كده. من هنا كده وبقول لها شكرا ليكي. وبشكر لا برضو مديريني في الشغل. عايزين واحدة كده، عايزين ايوه واحدة كده، واحدة كده بقى. لعيبه الكوره دي كابتن احمد بلال دي من لنا. داخل لا لا بطولة يا يعني ابني لازم تفرح. لا اشكر برضو مديريني في الشغل الصراحه، الناس متفهمه، مقدرة. لما يبقى عندك مدير متفهم ان انت تقدر تاخد مثلا النهارده اجازه عشان انت عندك ماتش عشان عندك حاجه، في ناس بتقول فالناس دي المدير الناس بتقدر الحنان تختار. رزق، اه وبرضو والله يعني بجد. المدير المتفهم، المدير اللي عنده وعي بالرياضه، في ناس مش يعني بيفرق معاها اللي الرياضه خالص ومن ايه الموضوع ده، بس هم ناس يعني محترمه جدا، فبشكرهم كلهم. وطبعا بشكر زمايلي في الفرقه واحد واحد، طبعا يعني طبعا من اول الجول لحد اصغر لعيب، وبشكر كابتن وليد وكابتن وائل، وبشكر يعني كل المجلس والناس كلها كانت واقفه معانا بجد، يعني انتوا اللي رجاله بجد، ربنا يخليك. احنا اللي الحمد بنشكرك لله. طبعا. اكيد احمد اجي لك بقى يا محمد، يعني موسم كان صعب طويل، اكيد تعبتوا فيه بشكل كبير جدا. كلمني كده عن المراحل الصعبه اللي عديت بيها انت كشخصيا، طبعا خلاص احنا عرفنا الفرقه صعبه، انت كمستوى، انت كلاعب بقى، ايه الفتره اللي كانت صعبه عليك اثناء الموسم؟ هي الفتره المشكله في السيزون ده ان هو سنه، يعني كمان كان الفتره اللي فاتت كمان السنه اللي فاتت اتمرناها كلها، وبعدين خدنا تقريبا اجازه شهر، بعد كده سنه كمان، فعشان السنه اللي فاتت كانت اتمرنا وكان عندنا امل قوي ان احنا ناخد الدوري ما عرفناش، وبعد كده السنه دي بقى اتمرنا كله، فكان المده بتاع التمرين طويله، مع ان احنا كمان بنشتغل الصبح وبعد كده تمرين، فما فيش وقت، ضغطه مواعيد بتبقى كبيره، تحديات التمرين نفسه اللود نفسه بيكبر، لان انت معظم التدريب هو عند هدفنا دلوقتي احنا نكسب الدوري طبعا ونكسب الكاس، طبعا. فالتمرين اللود اعلى مش زي قبل كده، فهو ده اللي كان التحدي يعني في الموضوع ده. طب انت بتشتغل صح؟ اه يعني برضو قول لي يومك، يعني مش بس اللي في الدراسه، يومك بيبقى عامل ازاي؟ ضحكت انت طبعا لان دي معاناه وحاجه. طب قول لي بتصحى من النوم الساعه كام؟ بتروح شغلك كام؟ بترجع ازاي؟ اه يعني في هو العادي لو في تمرين في العادي مثلا في فترات بتبقى صبح وبالليل، نعم. دي اللي بتبقى صعبه قوي، مرة مثلا 3 مرات الصبح في النادي، بصحى مثلا على 6، بعد كده بنروح التمرين، اتمرن ساعة ونص ساعتين، بعد كده اروح هتطلع الشغل، شغل بعد كده تمرين، في النص كده بقى نومة خفيفة كده سريعة، بس عشان نعرف نكمل. عذاب، اه دي عذاب ده اللي أيام. بيبقى صعب، بس العادي بقى بيبقى شغل وبعد كده تمرين بالليل. بس طب الماتشات؟ في الماتشات، لما الماتشات بيبقى يعني يوم 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 الماتش مثلا، لو في ماتش تقيل او كده مش كل الماتشات بتبقى بنفس الاهميه. ممكن اجي من الشغل على الماتش، انما في بالظبط ايام بتبقى لازم ما تروحش الشغل، وده اه طبيعي. بالظبط، وممكن برضو ساعات بيبقى عندي برضو في الشغل، ممكن برضو يبقى في اوبشن اللي هو ورك فروم هوم دلوقتي عشان الكورونا برضو، ف تمام صح، فبقى عندك الاوبشن ده. فممكن اه يوم لو في ماتش مثلا مش عارف اخد اجازه من الشغل بعمل كده. طب زمايلك في الشغل بيقدروا ان انت لاعب ولاعيب في النادي الاهلي ولا لا؟ اه يعني لا بالذات بعد المكسب بقى كمان كله بقى لا وبعد الحلقه دي هيقدروا. ده احسن مدافع في مصر ما شاء الله، الله اكبر. لا يعني بتكلم معاك بجد، اللعيبه كانت بتجري منه في المايه، بتخاف منه والله، ايوه فما اسد شاء الله عليه. اسد.
نفسك بس لو نزلت قمت معاك اوعى. لا اوعى. اه خلاص.